أكد متابعون للشأن السياسي العراقي أن الأزمة بين التيار والإطار في طريقها إلى الانفراج، مشيرين في الوقت ذاته إلى احتمالية انضمام عدد من القوى داخل الإطار إلى حراك المعارضة البرلمانية. نتابع. بأنه الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هي ذاهبة إلى الحلحلة وأيضا الانفراج. مشكلة التيار الصدري هي في شخص السيد المالكي وليس مع الإطار التنسيقي. أنا أعتقد هناك تفاهمات عميقة ما بين الإطار التنسيقي وبعض الجهات وأيضا مع التيار الصدري، ولا سيما أنه هناك علاقة تاريخية بين الطرفين. أنا أعتقد أنه السيد مقتدى الصدر ترك الباب مفتوحا أمام الإطار بهذا الشرط، وهو عدم إشراك السيد المالكي. وأعتقد أنه هناك أيضا يعني بعض الخلافات بين الإطار التنسيقي بهذا الشكل وبهذا الاتجاه، والقسم الأكبر يود الالتحاق بركب التيار الصدري. باقي فترة يومين ويذهبون إلى مجلس النواب لتقرير انتخاب رئيس الجمهورية، كنا نعرف هذا الشيء. هذا اليومين اكو توافقات بين التيار الصدري وكتلة هادي العامري، ممكن كتلة هادي العامري ينضم الى الكتلة الصدرية، اما بقية الاطار راح يكونون كتلة معارضة حسب ما نسمع من وسائل الاعلام. حتى الاتحاد الكردستاني راح يصير من ضمن الكتل المعارضة. هي هاي الوجهة الأخيرة اللي وهو دعا السيد مقتدى الصدر مشاركة في الحكومة، فتعرفون احنا اكو خلاف بين السيد مقتدى الصدر والسيد المالكي، خلاف عميق وما وصلوا إلى أي حل من الحلول.